مشاهدينا الكرام السلام عليكم إلى جولة جديدة من السودان هذا المساء. نبدأ بالعناوين. وفد اتحاد رفيع المستوى يقف على الأوضاع بمعسكر كريندينغ، ولجنة تقصي الحقائق تؤدي القسم أمام النائب العام. ورشة سلام شرق السودان تطالب بتنمية متوازنة وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية. الرئيس الأمريكي يهني حمدوك بعيد الاستقلال ويؤكد على شراكة أمريكا للسودان لضمان مستقبل ديمقراطي. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وأعضاء اللجنة العليا لمعالجة أحداث مدينة الجنينة على الأوضاع بمعسكر كريندينغ في عقب الأحداث التي شهدها مؤخرا. وقد طاف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على أرجاء المعسكر وشاهد حجم الدمار والخراب الذي لحق به، كما استمع لبعض المواطنين عن طبيعة ما حدث وأسبابه ودوافعه. هذا وقد أدت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة القسم اليوم أمام النائب العام تجسير الحبر، ودعا الحبر اللجنة للالتزام بالمعايير الدولية والقانونية المؤيدة بالبيانات والأدلة. عقد نائب المجلس رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء اجتماعا بالجنينة مع القيادات الأهلية وأعيان قبائل لم تشارك في النزاع الأهلي الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، وناقش الاجتماع الحلول الممكنة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنينة. ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرؤية التي قدمها قيادات الإدارة الأهلية بأنها رؤية جيدة، وأضاف حمدوك بأنهم وعدوا بمساهمة فاعلة مع بقية المكونات لإيجاد حل يرضي الجميع في أقرب فرصة ممكنة. وقال حمدوك إن التعامل الجاد والسريع من الحكومة الاتحادية إضافة إلى التعاون من قبل كل الأطراف ساهم بصورة مباشرة في تهدئة الأوضاع بالجنينة. طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قادة قوى الحرية والتغيير في ولاية غرب دارفور بالإسهام بفاعلية لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بمدينة الجنينة. والتقى حمدوك قادة الحرية والتغيير في الولاية بالجنينة بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية في الولاية عقب الأحداث الأخيرة والوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلى طبيعتها. من جانبها تعهدت قوى الحرية والتغيير بالجنينة ببذل أقصى الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع الولاية. توجه وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الخميس إلى الجنينة حاضرة ولاية جنوب دارفور للوقوف على الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها الولاية الأيام الماضية وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. ويضم الوفد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير نداء السودان، ونائب رئيس حزب الأمة القومي دكتور مريم الصادق المهدي نداء السودان، وعلي أحمد حمدان قوى الإجماع الوطني، وعبد المنعم حسن محمد التجمع المدني، وأحمد حضرات التجمع الاتحادي، وحسين حران التجمع المدني، ومنى أبو القاسم تجمع المهنيين بيئيين، ودكتور محمد إبراهيم تجمع المهنيين مختبرات. تناولوا كل مطلوبات المرحلة الأمنية والإنسانية، وأيضا الاستجابة كانت سريعة فورية من الإخوة لجنة المركز. نحسب أنه يعني هذا الأمر كان يتطلب مثل هذه التدابير التي سمعناها الآن، لأنه حادث كان يعني كبير وما عهدناه من قبل، وحتى الأيام السوداء 2003 ل 2009 ما شهدنا مثل هذا الحادث. راح ضحية هذه الأحداث أكثر من 70 شهيد وأكثر من 100 وكسر جريح من الطرفين. نسأل الله لهم الرحمة ونسأل لهم المغفرة. أيضا في الجانب الاقتصادي تم حرق كثير من المحصولات وكثير من المقتنيات وكثير من المنازل في المعسكر كريندينغ 1 وكريندينغ 2 ومعسكر السلطان هاوس.
أعلنت الوساطة استئناف جلسات التفاوض بمنبر جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية يوم غد الجمعة. وقال عضو الوساطة ضيو مطوك إن التفاوض سيستمر في الأيام المقبلة في مختلف المسارات. وثمن عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي عاليا خطوة تمديد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقف العدائيات بالمنطقتين. وقال الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض في تصريح صحفي إن إعلان وقف العدائيات في هذا التوقيت يعتبر خطوة مهمة تظهر إرادة سياسية ورغبة قوية غير مسبوقة لتحقيق سلام شامل ومستدام. تبنت ورشة حول سلام شرق السودان أكثر من 60 توصية تتعلق في مجملها بمطالب أهل الشرق وحقوقهم وضرورة استصحاب تلك التوصيات في مسار الشرق في جولات التفاوض المقبلة. وركزت التوصيات على التأكيد على أحداث التنمية المتوازنة في السودان لإزالة التهميش وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية والإدارية ذات البعد الإثني. وقال والي كسلا المكلف خلال مخاطبته فعاليات الورشة إن شرق السودان بحاجة إلى سلام يرضي كل مكوناته باعتبار أن السلام هو أحد أهم محاور المرحلة الحالية. وكشف هما عن مؤتمر لسلام شرق السودان يشارك فيه الجميع ليس فيه إقصاء. السودان واحدة من المواقع المهمة التي تحتاج أو نحتاج فيها جميعا لأن يكون هنالك سلام دائم يرضي كل أطراف وكل مكونات هذا الإقليم. صحيح أنه كل ولاية من ولايات الشرق لها خصوصية، ولكن بكثير من الأحيان تتشابه المشكلات في إقليمنا الواحد. تكليفنا من الحكومة المركزية بأن نرتب لمؤتمر جامع لسلام شرق السودان. إلى ذلك قال مدير جامعة كسلا يوسف الأمين إن السلام أقل ما يمكن تقديمه كمهر لدماء شهداء الثورة والمفقودين. وأوضح أن الوصول إلى سلام شامل ودائم في السودان يستدعي تراضي الجميع، وبين أن كيفية حكم البلاد وليس من يحكمها هي القاعدة التي يجب أن يتفق حولها الجميع. فالأمر كبير، هو وطن، هو شعب، 70% فيه روح البداوة والريفية، يجب أن تعرفوا ذلك. فأنتم من يقود هذا الشعب لكي يقطف أول ثمار هذه الثورة وهو السلام من أجل هذه الدماء. لا تنسوا، من أجل هؤلاء الشباب الذين الآن هم جرحى في المستشفيات، من أجل المفقودين الذين لا يعرف لهم طريق إلى الآن. قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إن السودان لن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الأثيوبي. جاء ذلك في مقابلة أجراها حمدوك مع صحيفة الأهرام المصرية، تطرق خلالها لموقف السودان من مفاوضات السد. وأوضح حمدوك أن السودان يشكل موقعا رئيسيا في ملف سد النهضة ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث في لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل. وأكد أن مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيا ومن ثم الاتفاق بين الدول الثلاث. تلقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، وعرب عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة. وقال ترامب إن الفرصة سانحة وغير مسبوقة لتحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد.
هنأت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال. وعربت ملكة بريطانيا وفقا للمكتب الإعلامي بالسفارة البريطانية بالخرطوم عن سرورها وهي تتقدم لشعب السودان بمناسبة حلول اليوم الوطني بعد عام من التغيير الكبير. وعربت عن تمنياتها للشعب السوداني بالسعادة والازدهار في العام المقبل. وكانت وزير الخارجية الأمريكي تقدم بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال. نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح صحة خبر إغلاق المدارس الدينية باستثناء مدارس كامبوني الإنجيلية، وقال إنه عار من الصحة واستبعد أي توجه للحكومة نحو إجراء كهذا. وقال مفرح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: تناقلت الوسائط إشاعة مفادها إغلاق وزير التربية والتعليم للمدارس الدينية باستثناء مدارس كامبوني الإنجيلية، وأضاف بديهيا لا يمكن لعاقل أن يتخذ قرار كهذا، ولكن لم ينتشر هذا الخبر بمحض الصدفة، وإنما هو تدبير لإيوار نار الفتنة وإزكائها. وتابع مفرح: فالخبر عار من الصحة وليس للحكومة توجه مثل هذا. أجلت القوات المشتركة السودانية الليبية عدد 18 معددا أهليا من السودانيين كانوا تائهين على الحدود السودانية المصرية الليبية عند منطقة المثلث بكامل أجهزة التعدين. وامتدح قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد الركن أنور عبد الله محمود جهود القوى التي نفذت العملية في إطار أعمالها التمشيطية للصحراء الغربية والشمالية بعد ورود معلومات من المعدنين والمواطنين بتوهان مجموعة منهم. وأكد قائد القوات المشتركة أن المعدنين وجدوا في حالة يرثى لها. بناء على المعلومات التي ورد إلينا أن عدد 18 من المعدنين السودانيين تاهوا في الصحراء، تم طوال تكليف قوة من قواتنا بالمواقع الخارجية، وتحركت القوة وخلال أقل من 24 ساعة وخلال بالضبط 19 ساعة الحمد لله رب العالمين تم العثور على المعدنين وتم إيواهم إلى داخل مواقعنا الخارجية، تقديم كل الخدمات العلاجية بواسطة الأتيام الطبية الموجودة والغذاء. إلى ذلك قال رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية إن العملية تمت بحرفية ومهنية، وتم إجلال مجموعة من منطقة المثلث إلى مدينة دونغولا وتقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وغذائية. وبيّن أن قواته على أخبة الاستعداد لحماية المواطنين السودانيين وغير السودانيين. بناء على معلومات من المواطنين المعدنيين بمنطقة المثلث إنه في مجموعة وإخوة تايهين في الصحراء، تعاملنا مع المعلومة وتم تمشيط المنطقة حول المثلث في أقل من 24 ساعة الحمد لله مكننا من العثور على الموجودين، هم في حالة يرسى لها، وتم تقديم المساعدات من المأوى مأكل ومشرب وعلاج، ومن هنا بنشيد بيغزة المواطنين وإنه بلغونا في وقت ممكن. أفرجت السلطات بولاية نهر النيل عن 140 نزيل بسجن الدامر القومي من الغارمين، وذلك بمبالغ فاقت مليون جنيه. وتعهد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين خلال احتفال إطلاق سراح النزلاء بإطلاق المزيد من النزلاء بعد دراسة حالات النزلاء بسجون الولاية، كاشفا في هذا الصدد عن مساعي جارية مع بعض الجهات الاتحادية للإفراج عن العديد من النزلاء. وقال حماد إن الوطن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لكل سواعد وعقول أبنائه من أجل نهضته وإعماره. بعد الخروج من السجن بالتأكيد هنالك يعني رجعة مع النفس، أي واحد من الأخوان الليلة ربنا أراد له أنه يطلع، هو نحن بنعتقد أنه الليلة ما 144 شخص، الليلة 144 أسرة، وده مجتمع كامل. أي واحد من الإخوان ديل عنده أخوان وعنده أخوات وعنده والد وعنده والدة وعنده أصدقاء وعنده عشيرة وعنده قبيلة وعنده توفيت صباح اليوم الإعلامية نجوى قاسم داخل شقتها جراء سقطة
سكتة قلبية والمذيعة نجوى قاسم تبلغ من العمر 52 عام من بلدة جون، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية. انتقلت الراحلة نجوى قاسم من تلفزيون المستقبل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصا في الأخبار السياسية. وكانت الراحلة نجوى قاسم قد حضرت إلى السودان في أغسطس الماضي لتغطية مراسم توقيع الاتفاقية الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السابق. ونعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الإعلامية العربية الكبيرة نجوى قاسم التي رحلت عن دنيانا هذا الصباح في دبي. وصلوا معكم في هذا العرض وفيه عقب الفاصل. وزير الثروة الحيوانية يكشف عن تقرير دولي وأكد خلوء السودان من الأمراض الوبائية. أهلا بكم من جديد للأخبار العربية والعالمية. نبدأها بتونس، حيث يجري رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي مشاورات بشأن تشكيل الحكومة، مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة الذي كان متوقعا الخميس، كما أورد مكتب الرئاسة في العاصمة تونس. وقدم الجملي قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد بعد حوالي 3 أشهر من الانتخابات. وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد، وهو موضوع كما يشير مراقبون سياسيون استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية. اعتقلت السلطات في هونغ كونغ نحو 400 شخص خلال احتجاجات في اليوم الأول من العام الجديد في مسيرة سلمية بمشاركة عشرات الآلاف مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وارتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 7000 منذ تصاعد الاحتجاجات بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون كان سيتيح تسليم المتهمين إلى الصين. وكانت الشرطة طلبت من منظمي المسيرة إلغاؤها مبكرا، وتفرغت الحشود في نهاية المطاف بعد أن استخدمت الشرطة شاحنة مدفع مياه ونشرت العشرات من قوات مكافحة الشغب في الشوارع. قتل 21 شخص وأجلي عشرات الآلاف من العاصمة الأندونيسية جاكرتا بعد أن تسببت السيول والانهيارات الأرضية في ظل توقعات بهطول المزيد من الأمطار. وأحدثت السيول فوضى مع توقف عمل بعض خطوط السكة الحديد وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وأغرقت السيول أنحاء من جاكرتا وعدد من البلدات القريبة في أول أيام العام الجديد. وأفادت وسائل الإعلام أنه تم التبليغ عن فقدان آلاف الماشية، بينما تضررت الآلاف أو آلاف المنازل في إقليم بانتين المجاور. فر عشرات الآلاف من البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا مع اقتراب حرائق الغابات، بينما بدأت السفن والطائرات العمودية العسكرية إنغاز الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق، ويستعر أكثر من 200 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، وهي نيران تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة مما يهدد عدة مدن. وقال مسؤولون إن 8 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الحرائق في ولايتين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا منذ يوم الاثنين، بينما لا يزال 18 شخص في عدد المفقودين. استلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان طلبا من الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن بعد فراره من اليابان. ونفى مصدر في القصر الرئاسي بلبنان في وقت سابق أن يكون الرئيس الجمهورية ميشيل عون التقى رجل الأعمال كارلوس غصن بعد وصوله إلى بيروت، وكان غصن غيد الإقامة الجبرية منذ إبريل الماضي بعد توقيفه في نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوم على مرحلتين قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. الآن مباشرة إلى أخبار المال والأعمال، حيث كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله البشر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلوء الثروة الحيوانية السودانية من الأمراض الوبائية. وخلال لقائه تجار ومنتجي الماشية واللحوم بسوق المويلح، تعهد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بدراسة كل الصعوبات التي تواجه إنتاج وتسويق الماشية واللحوم وتشكيل لجنة لإيجاد حلول لهذه المشاكل مع الجهات ذات الصلة.
وبحث الوزير الصعوبات التي تواجه التجار الماشية ومنتجي اللحوم والمتمثلة في نقل سوق الموالح من مكانه الحالي لموقعه الجديد، بجانب تطوير الإنتاج الحيواني وتوفير المخزون الاستراتيجي. وعبر الوفد عن ارتياحهم لإعلان السودان خالي من الأمراض الوبائية، وتوقعوا أن تفتح الباب واسعا لمزيد من الاستثمارات. المعروف عليه، لكن أن إحنا الحصل حصل خلاص، أن إحنا بس دارين أنه الحصل ده يكون لنا عبرة وعظة، ونحن هسي الحصل ده ذاته بنقدر لنا أنه السودان كله عن طريق منظمة الصحة العالمية مخطوط كدولة واحدة، خلاص أن إحنا هسي دارين عشان ما نتحاشى حاجة بالشكل ده رغم أنه مكلف، ده أن نحاول نوزع السودان لمربعات. زي ما قلت المرض حصل في بؤرة ومع محدد وما عنده علاقة بطريق الصادر، ومش وبا كبؤرة خلاص، والبؤرة دي تحصل لأن السودان متوطن فيه والناس بتكافح في البؤرة في حتة محددة. أكد محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم أن الاستدانة من الجهاز المصرفي في موازنة العام 2020 ستكون في الحدود الدنيا، فيما أكد نائبه المعتصم عبد الله الفكي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي الموجود يكفي لتغطية حاجة الاستيراد لمدة 2 إلى 3 شهور، بينما الوضع النموذجي 4 إلى 6 أشهر. وأعلن عبد الرحيم خلال مؤتمر صحفي حظر تقديم التمويل لشركات النقد الأجنبي وتمويل شراء العملة والأوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات، واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب فما فوق والمواتر والركشات. وأكد عبد الرحيم التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15%. صادقت حكومة ولاية القضارف موازنة العام الحالي دون فرض أي رسوم جديدة، مع تخصيص نسبة 65% للتنمية من جملة الموازنة التي قدرت بأكثر من 6 مليارات من الجنيهات. وقالت نجاة محمد إبراهيم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بولاية القضارف إنهم التزموا التزاما صارما بعدم فرض أي رسوم إضافية، مع الاهتمام بمعاش الناس وتوسعة مظلة التأمين الصحي بإضافة 70,000 بطاقة جديدة، مشيرة إلى أن تكملة مشروع الحل الجذري لمشكلة مياه مدينة القضارف يتصدر قائمة الصرف على التنمية مع السعي لتفعيل الإيرادات. الحمد لله تمت إجازة موازنة ولاية القضارف للعام 2020، وهي الموازنة الأولى في الفترة الانتقالية، والتي بلغت في جملتها 6.8 مليار جنيه. كانت نسبة التنمية 56%، وذلك دليل على اهتمام الولاية بإنسان الولاية بتوفير كل الخدمات في كل المجالات، في مجال الصحة والتعليم والطرق والمياه. أيضا اهتمت بمعاش الناس، وذلك بزيادة دعم سلع تخفيف أعباء المعيشة بدعم مغدر وزيادة عدد مراكز تخفيف أعباء المعيشة. وفي السياق قال والي ولاية القضارف المكلف نصر الدين عبد الغيوم إن الموازنة الجديدة قد جاءت خالية من الاستدانة، مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات الناتجة عن البرامج التنموية المنفذة وتلك التي قيد التنفيذ، كما اهتمت الموازنة بالتوظيف في قطاعي الصحة والتعليم لسد النقص. أهم صفات سمات صرف الميدانية 56% للتنمية و 26% لتعويضات العاملين و 18% لشراء الخدمات والسلع. يمكن هذه الميزانية تضمنت زيادة في سد كل الوظائف الشاغرة في قطاع الصحة وقطاع التعليم. هناك مبلغ احتياطي تحسبا للزيادة المرتقبة في الأجور. أهلا بكم جديد إلى أخبار الرياضة، حيث بدأ الهلال العاصمي تحضيراته لمباراته أمام النجم الساحلي في ظل غياب أعمدة رئيسية عن الفريق. ويواجه الهلال السوداني النجم الساحلي التونسي في 11 من الشهر الحالي في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات، وتابع التمرين من خارج المستطيل الأخضر 4 لاعبين من بينهم لاعب الوسط المميز أبو عاقل عبد الله، كما حضر المدرب العام الجديد هاشم كندورة وتقابل مع المدير الفني حماد صدقي.
بدأت اليوم الخميس التسجيلات الشتوية بكل مدن السودان وتستمر حتى 10 يناير الجاري. وأعلن اتحاد الكرة تعيين لجنة الانتقالات برئاسة أمين الجابري. كما أصدر الاتحاد عددا من الضوابط، من بينها أن تتم إجراءات تسجيل نجوم الدرجة الممتازة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الفيفا، فيما يتبع نظام نموذج العقد بالنسبة لأندية الدرجة الأولى والوسيطة. وتمت زيادة رسوم أرانيك التسجيلات بواقع 5000 جنيه مقارنة بالتعاقدات الصيفية التي جرت في يونيو الماضي. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الجولة من السودان هذا المساء نذكر بالعناوين. وفد اتحادي رفيع المستوى يقف على الأوضاع بمعسكر كريندينغ، ولجنة تقصي الحق يتؤدي القسم أمام النائب العام. ورشة سلام شرق السودان تطالب بتنمية متوازنة وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية. الرئيس الأمريكي يهني حمدوك بعيد الاستقلال ويؤكد على شراكة أمريكا للسودان لضمان مستقبل ديمقراطي. انتهت هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.